ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. مبسوطه قوي ان انا موجوده في الكاستنج النهارده. رجعت بذكريات لايام ما قدمت اول يوم. قد ايه كنت خايفه، قد ايه كنت مرعوبه. كل حد كان بيدخل يغني كنت بحس ان انا واقفه مكانه. قد ايه فعلا الموضوع صعب، يعني الموقف صعب قوي. ويا رب يوفق كل حد، وكل حد يقدر يحقق حلمه اللي هو بيتمناه ان شاء الله. لما جيت على الكاستنج اول مره كان معايا مامتي، فضلت طبعا قاعده منتظره كتير جدا لكثره عدد الناس اللي كانت بتقدم. يعني دخلت جوه، غنيت كتير، اتاخرت. ماما كانت قلقانه عليا، يا ترى البنت خلصت ولا ما خلصت، طب غنيت كويس ولا ما غنيتش كويس. بس الحمد لله رب العالمين، من وانا جوه اللجنه كنت حاسه ان هم حابين الموضوع، يعني انا كمان كنت حابه لان هم كانوا لطاف جدا جدا، وهم نفس اللجنه السيزون ده. فيا رب يوفق الجميع. اول لما جيت المتسابقين بتوع النهارده اللي كانوا موجودين كلهم الحمد لله رب العالمين كانوا حابين وجودي قوي. كلهم بيقولوا انا بقيت عماله بحاول على قد ما اقدر ان انا هديهم، عشان عارف قد ايه اليوم ده بيبقى الاعصاب متوتره جدا. اتصورنا مع بعض، اتكلمنا مع بعض، كنت مبسوطه قوي. ونصحتهم ان هم اهم حاجه ما يخافوش، قلت لهم ادخلوا كده واهدوا ريلاكس وغنوا براحتكم وما تقلقوش، اللجنه حلوه وكويسه جدا ومفيش اي حاجه تخوف. يعني عايزه اقول لكل واحد عايز يقدم على ستار اكاديمي، قدموا ما تخافوش يا جماعه. واي حد ربنا مديله موهبه يستغلها صح ويسعى ان هو ينميها وان هو يبقى حاجه كويسه ويكمل، يعني ما توقفش وان شاء الله ربنا معاك. غلطت من الاول، هي اول حاجه بدات بيها كفنانه، يعني كبروفيشنال في الساحه الفنيه. بتمنى يا رب تكون عجبت الناس. الحمد لله رب العالمين احنا في اقل من اسبوعين عاملين تقريبا 500,000 فيور على اليوتيوب. مبسوطه بيها قوي الاغنيه، حاساها شبهي قريبه مني، وان شاء الله اللي جاي احسن، بجهز لحاجه جديده ان شاء الله. ان شاء الله برضو تعجب الناس. غلطت اني ممكن اديت ثقه لحد ما حافظش عليها. الاغنيه تشبهني جدا، عشان كده اول ما سمعتها حسيت ان لا هي دي. بالنسبه للورلد وايد على تويتر، انا تقريبا كل ما يبقى عندي لقاء صحفي او يبقى عندي حدث او اي حاجه، دايما الفانز بيهتموا ان هم يوصلوا الهاشتاج بتاعي للترند. فطبعا ان هم معايا ومحافظين على ده حاجه شرف ليا طبعا، وثقه انا بتمنى ان انا اكون قدها يا رب.